عشاق الفن السابع، مرحبا بكم في اليوم الثالث على التوالي لفعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته 18. كاميرا الأيام 24 رصدت لكم الأجواء الاحتفالية التي ميزت هذا اليوم، ابقوا معنا. فرحانه بزاف لانه تكريم منى فتو هو تكريم كاع الفنانات المغربيات. منى عطات الكثير للمجال في المجال الفني وممثله كبيره وكتستحق اكثر من تكريم. انا جد سعيده بتواجدي في مهرجان مراكش، مهرجان كبير، وابار سا فرحانه حيت كاين الفيلم ديالي اخيرا جا المغرب وغادي يشوفوه المغاربه. ادم اخراج مريم توزاني. مشاركتي في الماضي لا يموت من اخراج هشام الجباري هي بالنسبه لي كان دور جد رائع لي انا كممثله، وكنت كنتسنى بحال هاد الادوار في لاتيلي اللي ما عندناش بزاف، وكنظن يقدر يكون جزء ثاني قريبا ان شاء الله. سي با مال ديموشيون اون اي توشي ك سورتو كان لو بري فا ميتر remis par quelqu'un, Harvey Keitel, avec qui j'ai partagé des souvenirs extraordinaires dans un film qu'on a fait ensemble, qui était très difficile à financer, comme la plupart des films que j'ai faits, et qu'à la fin, tous ces films aboutissent à ce que un festival comme celui de Marrakech veuille me faire un hommage. C'est, moi je le prends comme un encouragement. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.